على كل حديث أكثر عن أسواق النفط العالمية ينضم إلينا مباشرة من دالاس المدير الشريك في Energy Outlook Advisors الأمريكية الدكتور أنس الحجي. أهلا وسهلا بك دكتور أنس معنا سكاي نيوز عربية. بداية كيف من الممكن بالفعل أن نشهد أو أن تتحرك السعودية خلال الفترة المقبلة لحماية أسعار النفط فيما لو شهدنا المزيد من التراجعات كما شهدنا خلال الأيام الماضية؟ وان هناك ضغوط ضخمة جدا على أسعار النفط لأسباب متعددة أهمها الحروب التجارية التي تحد عادة من التجارة العالمية وبالتالي تضطر المصانع إلى تخفيض إنتاجها ومما يؤدي إلى انخفاض استهلاكها للطاقة بشكل عام ومنها طبعا النفط. المشكلة أن هذا يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والمرتبطة تماما بمعدلات نمو الطلب على النفط. المشكلة الأكبر من ذلك أن الحروب التجارية أدت إلى ارتفاع الدولار وانخفاض العملات الأخرى. أخطر شيء على أسعار النفط الآن هو ارتفاع الدولار، لأن النفط يسعر ويباع بالدولار بينما الذين يشتروه في الداخل في الصين أو الهند أو الدول الأخرى بالعملات المحلية، هذه العملات انخفضت بينما اشتروه بالدولار، فترتفع تكلفة النفط في البلاد بنفس نسبة انخفاض عملتهم مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط. المشكلة الرابعة أن هناك زيادة في الضرائب على المنتجات النفطية في عدة دول منها الهند. طبعا الهند زادت الضرائب على المنتجات النفطية بشكل كبير بعد أن غيرت طبعا نظام الإعانات بالكامل. هناك 13 ولاية أمريكية زادت الضرائب على البنزين في أول شهر يوليو الماضي، هذا كله يؤثر في الطلب على النفط. لذلك الضغوط شديدة وتحتاج إلى ردة فعل قوية من منتج أوبك طبعا برئاسة السعودية. هذه الردة القوية التي نتحدث عنها، هل نتحدث عن خفض للإنتاج مثلا بمليون برميل خلال الفترة المقبلة أم بأكثر من ذلك، أو ما هو الشيء الذي بالفعل الذي من الممكن أن يجبر السعودية إن صح التعبير أو حتى منظمة أوبك على التدخل؟ هل هناك سعر معين؟ في الوضع الحالي عادة الطلب على النفط يزيد بشكل كبير في النصف الثاني من العام، فمن الصعب جدا أن نرى هناك تخفيض في الإنتاج، لأنه الناس الآن في الأسواق يخافون من ضعف النمو الاقتصادي، ولكن هناك مبالغة في ذلك بدليل أن الطلب على النفط السعودي زاد، فكيف تقنع السعوديين أن هناك فعلا مشكلة كبيرة بينما يزيد الطلب على النفط السعودي؟ المصافي الآسيوية بالذات تريد زيادة المشتريات من السعودية، فالذي يبدو أن الذي حصل الآن هو أن السعودية قررت أن تجعل صادرات سبتمبر مماثلة لأغسطس لشهر آب، بعد أن كانت المخطط أن تزيد الصادرات 700,000 برميل يوميا. نعم، لكن سيد دكتور أنس هنا أريد أن أقاطعك بقى فقط بشكل سريع. كان أيضا بحسب رويترز هناك أيضا مسؤولون سعوديون يتحدثون عن أنه سيبقون الإنتاج أو الصادرات تحت 7 مليون برميل يوميا خلال في أغسطس وسبتمبر المقبل. نعم، ولكن هناك زيادة الآن في شهر أغسطس الآن زيادة أعلنوا عنها بسبب التعويض، بهدف التعويض عن النفط الإيراني الذي خسرته الأسواق، ولأن بعض المصافي الصينية وغيرها طلبت المزيد من النفط السعودي. برأيك أيضا خلال الفترة المقبلة وفي ظل الحرب التجارية والمشتعلة والتي لازالت تستمر وحتى تتسع، الموضوع ليس محصور أيضا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بالتأكيد، الآن لدينا الاتحاد الأوروبي، لدينا أيضا المملكة المتحدة وغيرها أيضا من الدول، هل نتوقع انخفاض أسعار النفط من جديد إلى مدون مستويات 50 على سبيل المثال؟ طبعا أنت ذكرت في المقدمة موضوع الاقتصاد الكلي. الاقتصاد الكلي كل الدلائل تشير على أن هناك انخفاض في الأسعار، ولكن هناك قوة كبيرة وقوية من جانب الاقتصاد الجزئي على المستوى الأصغر. مثلا عندك تخفيض الإنتاج في أوبك، عندك انخفاض ضخم في المخزون، المخزون الأمريكي انخفض بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، طبعا ارتفع أمس قليلا ولكن هناك انخفاض كبير في المخزون. هناك تباطؤ في نمو الإنتاج الصخري، هناك زيادة كبيرة في نسبة تشغيل المصافي. كل هذه الأمور مع بعض هذه ستضغط في مقابل المتغيرات في الاقتصاد الكلي، الأمر الذي سيمنع انخفاض كبير في الأسعار. ولكن رد السعودية أمس واضح تماما عندما قالوا أن لن نقف ساكتين أمام انخفاض الأسعار. شهدنا هذا في السابق على فكرة، في عام 2009 عندما حصل
الركود الاقتصادي بسبب الأزمة المالية الأمريكية، استطاعوا تخفيض الإنتاج ومضاعفة الأسعار من حوالي 35 دولار البرميل إلى 75. نعم. هنا أيضا السؤال يكمن في ظل لماذا دائما أوبك عليها هي التي دائما أن تتحرك، بالرغم من أنه أيضا الارتفاع المخزون الأمريكي والإنتاج الأمريكي أيضا من نفس الوقت 12 مليون مستويات تاريخية، وتتحجج الحكومة الأمريكية بأنه الموضوع الإنتاج الأمريكي هو بيد القطاع الخاص وليس لنا أي علاقة به أو أي نوع من الضغط عليه. الآن لدينا محادثات ما بين وزير الطاقة السعودي ووزير الطاقة الأمريكي، هل نتوقع في أي وقت كان سواء الآن أو بعد حين أن نصل إلى مرحلة الاتفاق ما بين الأمريكيين وأوبك لنوعا ما كبح الإنتاج؟ غير ممكن، لأنه هذا ضد القانون الأمريكي، القانون الأمريكي يمنع ذلك تماما. ولكن السبب أن أوبك وبالذات السعودية تقوم بذلك لأن هي الوحيدة في العالم اللي عندها طاقة إنتاجية فائضة وتستطيع تغيير الإنتاج. هذا الدور المتأرجح للسعودية مهم جدا، وهو الذي أعطى السعودية أهمية ضخمة جدا، لأن إنتاج روسيا الآن أكبر من السعودية، ولكن روسيا ليست مهمة بمقدار السعودية بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة في السعودية والدور المتأرجح. هل برأيك أيضا بخلال الفترة المقبلة من الممكن أن نشهد أي نوع من الإعلان عن الاجتماع أو اجتماعات طارئة لأوبك أو المنتجين سواء من خارج أوبك أو حتى مع أوبك للتوصل إلى أي نوع من الاتفاق السريع؟ هناك اجتماع للجنة المراقبة في سبتمبر 12 في أبو ظبي، وبعد طبعا اجتماع أوبك القادم في نهاية العام، ولكن من الصعب جدا أن يكون هناك اجتماع طارئ. أنا أشكر حضورك معنا اليوم المدير الشريك في Energy Outlook Advisors الأمريكية دكتور أنس الحجي، كنت معنا مباشرة من دالاس الأمريكية، شكرا جزيلا لك.